أنا عايزة أقول لكم على حاجة. بكرة أنا هسافر القاهرة وأنتوا معايا. إحنا معاكي ليه؟ أنا حياتي هناك وشغلي هناك. وإحنا حياتنا هنا. ارجعي أنتي. ما ينفعش يا فريدة. ما ينفعش أسيبكم. فريدة أنا حاسة بيكي وعارفة إن الوضع غريب وجديد وصعب. والظروف خلاص حكمت إن أنا أبقى معاكم وإن أنتوا لازم تفضلوا معايا. ملكوش غيري وماليش غيركم. طب هو بيتك فيه لعب؟ حبيبة أنت هتيجي معايا؟ هاجي معاكي. وأنا هاخد اللعب بتاعتك اللي بتحبيها معانا. وأنت يا كريم هتيجي معايا؟ هو انت هتاخدي راي عيال صغيره يعني؟ انت لازم تيجي يا فريده، مفيش حل تاني. انا بقولك مش هسيب اسكندريه. ما تعليش صوتك عليا يا فريده. انت مش ماما عشان اخد اوامر منك. فريده ما تزعقيش. هي فين ماما؟ حبيبه هي ماما سافرت بس مكان بعيد شويه. وانت هتفضلي تكدبي عليها لحد امتى؟ ماما وبابا الاثنين مش راجعين يا حبيبه. الاثنين ماتوا. بس يا فريدة، بقول لك بس يا فريدة. يعني إيه ماتوا؟ هما بس يعني راحوا مكان بعيد شوية. راحوا في السماء عند ربنا. سافروا يعني أنا مش هشوفهم تاني؟ تعالي يا حبيبتي، تعالي في حب. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، هتشوفيهم تاني. ماشي؟ بجد شوفهم. ايوه بجد هتشوفيهم. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجة تفوتك.